واخيرا وصلنا على البيت. يا والله عن جد تعبنا كثير. خليني اشوف مين بعث لي رسائل. محمد شفت لي التليفون تبعي؟ لا ما شفته. مو معك هو؟ لا مو معي. لا لا عم وين حطيته انا؟ ليكون وقع منك بالطريق لانه جيبك مخزوق. يا يا لك شلون نسيته انا؟ ليه شلون؟ لا خلص خلص كله تليفون. ليه زعلان عليك لهالرد؟ لك انا مالي زعلان على التليفون، زعلان على الاشياء اللي جوا التليفون. عشان اللي جواته قلت لي اه اللي جوا التليفون. معناها امسك حبيبي فضي تليفونك واعطيني اياه. اوسخ من كده مفيش، اوسخ من كده مفيش، عمري ما شفت اوسخ من كده.